ما هو أسرع شيء في الكون؟ الجواب الضوء. ما هي العملة النقدية المعتمدة في مصر؟ الجواب الجنيه. ما هو المرض الذي يفقد الإنسان ذاكرته؟ الجواب الزهايمر. ما هو الحيوان الذي يضرب به المثل في الخيانة؟ الجواب الثعلب. من ماذا خلق الله عز وجل الملائكة؟ الجواب من النور. ما هو أطول نهر في العالم؟ أجب داخل التعليقات وشكراً.